بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تبارك وتعالى بجميع محامده، ونصلي ونسلم على صفوة خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. هذه هي أصول رواية قالون عن الإمام نافع المدني. بداية نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بالبسملة، حكم البسملة في رواية قالون. قرأ بإثبات البسملة بين السورتين قالون، يعني مثل حفص. الدليل من الشاطبية: وبسمل بين السورتين بسنة، رجال نموها درية وتحملا. ولم يعد البسملة آية رقم واحد من سورة الفاتحة. يبقى عند قالون البسملة ليست بآية، ليست آية من سورة الفاتحة. طيب إزاي نجمع ما بين قوله تبارك وتعالى: ولقد أتيناك سبعا من المثاني، ويعني أن الفاتحة 7 آيات، وهنا في رواية قالون تحذف البسملة وأنها ليست بآية. نجمع إزاي؟ يبقى كده هتصير 6 آيات. لا، في قالون صارت الآية الأخيرة، وكذلك هذه قاعدة في جميع عند جميع القراء، أن من لم يثبت البسملة أو الذي عنده البسملة ليست بآية عنده الآية 7 من سورة الفاتحة، صراط الذين أنعمت عليهم، هنا آية غير المغضوب عليهم، هذه الآية الإيه؟ 7. يبقى عند صراط الذين أنعمت عليهم هذه الآية 6، تتمة الآية هي الآية 7. هذه قاعدة لجميع القراء. حكم المد والكسر في رواية قالون: له في المد المتصل التوسط 4 حركات. دايما تسمع مصطلح او كلمة التوسط دي، لما تسمع يعني فلان يقرأ بالتوسط يعني ايه؟ يمد 4 حركات. الشاهد من الشاطبية: اذا الف او ياؤها بعد كسرة او الواو عن ضم لقي الهمزة طولا. يعني ايه طولا؟ يقصد بكلمة طولة هنا التوسط. كذلك له في المد المنفصل وجهان، هما الكسر وهو الأشهر والمقدم أداء، رقم 2 أو الوجه الثاني وهو التوسط. الدليل من الشاطبية: فإن ينفصل فالكسر بادره طالبا. هنا الباء، يعني هذه رموز استخدمها الإمام الشاطبي رحمه الله للإشارة إلى القراء السبع. يبقى الباء يرمز بها لقالون، بادره طالبا، ده الطاء للسوسي. بخلفهما، يعني لهم الوجهين، يرويك ذرا ومخضلا. طيب رقم 3، يثبت قالون ألف أنا. أنا طبعا بخلاف في رواية حفص عن عاصم بنجد دايما الألف ديت عليها صفر مستدير، فنقول ألف صفر مستدير لا ينطق، يبقى أنا، أو يثبت وقفا ولا يثبت وصلا. هنا عند قالون ماذا يفعل؟ يثبت قالون ألف أنا الواقعة قبل همزة قطع، لما يكون جاي بعدها همزة قطع، بشرط إن همزة القطع تكون مفتوحة أو مضمومة. زي إيه؟ في قوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: أنا أوله. طيب ما دام هو بيثبت هنا الهمزة، بيثبت الألف هنا، هيصير عنده إيه؟ حكم المد المنفصل، إن هو له الكسر وله التوسط، له الكسر 2 وله التوسط 4 حركات، يبقى هيقرأ أنا أوله أو أنا أوله بالمد 4 حركات. كذلك في قوله تعالى: أنا أحيي، المتحدث هو رب العزة سبحانه جل وعلا، إن لا يجوز للقارئ أن يبدأ من قوله أنا أحيي. طيب وله في الألف الواقعة قبل همزة قطع مكسورة وجهان. له في الألف الواقعة قبل همزة قطع مكسورة، إحنا قلنا لما يجي بعدها همزة قطع مفتوحة أو مضمومة له فيها إيه؟ إثبات الألف. طيب وله في الألف الواقعة قبل همزة قطع مكسورة وجهان، هما إثبات الألف وهو المقدم أداء، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني حذفها نحو أنا إلا، ويكون المد في ألف أنا الثابتة قبل الهمزة من باب المد المنفصل، وله فيها وجهان الكسر والتوسط كما ذكرنا، ويحذف قالون ألف أنا وصلا قبل سائر الحروف كحفص. وقد اتفق جميع القراء على إثبات ألف أنا وقفا، جميع القراء بما فيهم بقى إيه؟ الإمام عاصم أو حفص عن عاصم، يبقى عنده إيه؟ إثبات الألف وقفا. أما في حالة الوصل، اختلاف القراء جاء في حالة الوصل فقط. حكم صلة ميم الجمع:
له في ميم الجمع إذا وقعت قبل متحرك وجهان، هما الوجه الأول إسكان ميم الجمع كحفص، وهو المقدم يعني صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الإسكان. طيب الوجه الثاني صلتها وذلك بضم الميم وصلتها بواو مادية فتمد واو يعني واو الصلة مدا طبيعيا بمقدار حركتين، إلا إذا وقع بعد الميم همزة قطع فتمد كالمنفصل بالكسر أو التوسط زي ما قلنا عنده إيه المد المنفصل له في وجهين الكسر والتوسط. مثال في قوله تبارك وتعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب هنا ده وجه الايه الكسر. طب التوسط بقى يبقى ازاي؟ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون هكذا. الدليل من الشاطبية وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، الدال دي لابن كثير ان شاء الله ربنا يوفقنا لقراءة ابن كثير. وقالون بتخييره جلاء، قالون بتخييره يعني له الخيار بين الوجهين هو الوصل او التوسط. ونجد هنا يعني ايه الشيخ قال في سورة ميم الجمع انه له اسكان ميم الجمع كحفص، وهذا هو الوجه المقدم، والوجه الثاني هو الصلة. طيب انا احيانا ياتيني الطالب واقول له اقرأ ايه؟ اقرأ بالصلة. ليه؟ لانه يقرأ بوجه واحد مثلا، يختم القراءة بوجه واحد حتى يكون هناك اختلاف ما بين رواية حفص ورواية قالوا. واذا وقع بعد ميم الجمع ساكن وقوله تبارك وتعالى عليهم الباب فإنها لا توصل وإنما تضم للتخلص من التقاء الساكنين، ولا يجوز الوقف على ميم الجمع بالصلة، يعني ما ينفعش تقف وتقول عليهم، لا اقف عليها عليهم بالإسكان، بل يتعين الوقف بسكون الميم. والخلاص أنه إذا اجتمع في الآية الواحدة مد منفصل وميم جمع فلقالون في المد المنفصل وجهان الكسر والتوسط، وله في ميم الجمع وجهان هما الإسكان والصلة، الإسكان والصلة. هذا خلاصة الإيه؟ خلاصة الكلام. فيكون نعيد هذه الجزئية مرة أخرى. قال صلة ميم الجمع له في ميم الجمع إذا وقعت قبل متحرك، يعني هيجي بعدها حرف متحرك، بعد ميم الجمع حرف متحرك بالفتحة أو بالضم أو بالكسر، وجهان هما إسكان ميم الجمع كحفص وهو المقدم، إسكان ميم الجمع كحفص وهو المقدم، هيسكن إيه؟ هيسكن ميم الجمع، وهذا هو الوجه المقدم. طيب الوجه الثاني صلتها وذلك بضم الميم وصلتها بواو مادية، كلام إلى هنا مفهوم، فتمد واو الصلة مدا طبيعيا بمقدار حركتين، هيبقى عنده مد إيه؟ تعامل معاملة أو تلحق بالمد الطبيعي حركتين. طيب متى بقى هنقرأ بالتوسط أربع حركات؟ إلا إذا وقع بعد الميم همزة قطع فتمد كالمنفصل، لأنها في الحالة دي جاء بعدها همزة قطع هتعامل معاملة المد المنفصل، وإحنا من شوية قلنا إن قالون له التوسط في المنفصل وله القصر، يبقى تعامل معاملة المد المنفصل، فتمد كالمنفصل بالكسر يبقى له بالكسر او التوسط اربع حركات. وجبنا المثال في قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم او هيقرأ عليهم أأنذرتهم هكذا. وصل ضم ميم الجامع قبل محرك اما يجي بعدها حرف محرك يعني دراكا وقالون بتخييره جلاء. طيب الجزئية دي لعل تكون هي اللي محتاج إيضاح شوية. قال وإذا وقع بعد ميم الجمع ساكن حرف ساكن كقوله تعالى عليهم الباب، أنت عايز الآن تقول لي أين الساكن هنا؟ يعني عليهم الباب، عليهم الباب، هي عليهم الأصل في ميم الجمع الإسكان، وجاء بعدها كلمة الباب، الإسكان هنا اللام القمرية المظهرة التي نراها أمامنا الآن.
عليهم كلمة الباب، لأن همزة الوصل دي في حالة الوصل لا تنطق. دايما بنعلم الطلاب في التهاجي نقول همزة وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ بها بالفتح. يعني لو أنا هبدأ من كلمة اللي بعد عليهم أقول الباب، بدأت بهمزة مفتوحة، طيب أنا أوصلها ببعضها هتبقى عليهم الباب، عليهم الباب. طيب هنا عندنا الأصل في ميم الجمع الإسكان عليهم وكلمة الباب، يبقى عندنا السكون الأول في الميم والسكون الثاني في حرف اللام. هيحصل إيه هنا للتخلص من التقاء الساكنين؟ يعني إيه؟ تغيير حركة أو تحريك الساكن الأول. فهنا الساكن الأول اللي هو حرف الميم هيحرك بالضم، يبقى هنقرأ عليهم، عليهم الباب، هكذا. مفهوم الكلام إلى هنا؟ إذن عليهم الباب، فإنها لا توصل وإنما تضم للتخلص من التقاء الساكنين. يعني مش هيبقى عندنا هنا بقى صل، لا جاء بعد همزة وصل ما فيش، مش هنقول مثلا عليهم الباب، لا لا يصح أصلا، حتى يعني غير مألوفة وغير مستساغة أصلا في النطق، تحس بصعوبة في النطق. يبقى وإنما تضم للتخلص من التقاء الساكنين، ولا يجوز الوقف على ميم الجمع بالصلة. يعني ما ينفعش إن أنا لو عايز أقف على كلمة عليهم أقول عليهم، لا أقرأ أقف عليها بالسكون عليهم، هكذا. بل يتعين الوقف بسكون الميم عليهم، هكذا. والخلاصة أنه إذا اجتمع في الآية الواحدة مد منفصل وميم جمع، ده بقى دخلنا في الإيه؟ في التحريرات. إذا اجتمع في الآية الواحدة مد منفصل وميم جمع، جالنا مد منفصل وجالنا ميم جمع، فلقالون في المد المنفصل وجهان، القصر والتوسط. القصر والتوسط ده حكم المد المنفصل عند قالون، وله في ميم الجمع وجهان هما الإسكان والصلة، له إن هو يقرأ بالإسكان وله إن يقرأ بالصلة، بصلة الميم يعني. طيب فيكون مجموع الأوجه المقروء له بها أربعة. الوجه الأول كيف يكون إذن فيكون مجموع الأوجه المقروء له بها أربعة. رقم واحد كسر منفصل مع إسكان ميم الجمع، وده الوجه الإيه المقدم، ممكن تأخذ الخاتمة كلها بهذا الوجه. كسر منفصل، هقرأ بكسر منفصل مع إسكان ميم الجمع، وهذا هو الوجه المقدم. الوجه الثاني كسر المنفصل، المنفصل مد المنفصل يعني، مثل الوجه الاول، لكن هيكون مع صله ميم الجمع، لانه عنده في صله الميم قراءة. الجمع ايه وجهان. كسر المنفصل مع صله ميم الجمع، هذه قراءتي اللي قرات فيها رقم تمام كما قرات انت بالتمام. الوجه الثالث توسط المنفصل، همد المد المنفصل اربع حركات مع اسكان ميم الجمع، يبقى الوجه ده هوت عكس الوجه الايه اللي توسط المنفصل مع اسكان ميم الجمع. الوجه الرابع توسط المنفصل كذلك لكن مع صلة ميم الجمع، يبقى يكون المجموع أربعة أوجه. إلى هنا أظن الكلام مفهوم إن شاء الله.